عن المسيحية الخضراء.
دايما مشاهدينا ببرنامجنا وبتاني فقرة بفيس اند فيس نستضيف دايما ضيوف مميزين بيكونوا من شبيبتنا، هن تميزوا بمطارح كثيرة بحياتهم، ويمكن اليوم ضيفتنا هي مميزة. انجلا خليل، اهلا وسهلا فيك بفيس اند فيس، بونسوار، هذا شرف لإلنا انجلا. شرف هلا رح إلي. نقول ليش شرف، لانه اول شيء نحن كثير فخورين فيك، لانه بعمر صغير صار عندك كتاب ومنا هينة، ومثل عم بقرا كمان بالكتاب بالاخر انه عندك كتب مش صادرة كمان كتبتيها مزبوط. كتيرة. فانا بدي رحب فيك ببرنامجنا بهالحلقة المميزة. هاي فانجلا، كتابك يلي هو كتاب كتير مميز، مبين من عنوانه، يعني من عنوانه بخلي واخرته الواحد يفوت على مضمونه، بيجذب. ورح نحكي عنه يعني بالسياق الحديث. انجلا منا هينه ابدا انه بنت صبيه تفكر انه تبلش بالكتابه. نعرف انه في كتير اشياء بتجذب الشبيب اليوم وبتخليهم يكونوا ميلين اكثر يمكن للهندسه، ميلين اكثر للعلوم، ميلين اكثر للاشياء اللي بتطلع اكثر مصاري اذا في يقول. يعني الواحد ياخذ قرار انه يروح على دومين الكتابه، يروح على دومين التاليف، ابدا منه قرار سهل. كيف فكرتي انك تبلشي بالكتابه؟ كيف فكرت؟ ما فكرت، هي بتجي انه مثل موهبة عندك اياها، يا انت بتنميها يا انت بتتركها. فهي كانت مثل في شيء صار معي بحياتي ورجع خلاني اكتب. انا كنت وقتها كنت صغيرة، يعني اكتب قصص، يعني هيك صغار، عن اشياء، مواضيع انه هيك بتفكري فيها بلوتو بركة. ايماجيناتيف. بس كبرت صرت اكثر اكتب عن مواضيع حياتيه واقعيه من عيشها. و يعني انت وين عندك هديه او عندك شيء بدك تختلف فيه عن الغير، نعم، لازم تنميه ولازم تلحقه. يعني التأليف هو بحد ذاته مسؤولية، يعني مجرد ما انت عم تطلعي بكادر حاطط لك اياه المجتمع لتخلقي كادر لإلك، يعني مجرد ما انه يكون مظبوط، في عندك كتاب، يعني انت عندك عالم، عالم خاص. عالم خاص عم تحاولي توصليه لهذا، مظبوط. ما بتلاقيها مسؤولية كبيرة ليك هالشغلة؟ اول شيء ايه مسؤولية كبيرة، لانه انا شخص كنت فكر انه لا، افكاري بدهم يبقوا لإلي. بس رجعت فكر بعدين انه ليه بدي اكون انانية وما، يعني to not يعني share with ايه people my thoughts والاشياء اللي عن جد حلو الواحد يعني يفكر فيها. يعني حسيتي بمطرح معين بحياتك انجلا انه عندك شيء بدك تقدميه أكيد للقراء، للناس يمكن يلي بمطرح معين بحياتهم بحاجه يمكن لمسج معين، لفكره معينه، مزبوط. يعني هيدا الشيء يمكن بحملك مسؤوليه كبيره. ما حسيتي حالك انت عم تكتبي هالكتاب انه انت عندك ميسيون بدك توصليها، عندك فكره بدك توصليها؟ أكيد أكيد بدي أوصل فكرة، وما حسيته أبدا صعب لأنه من قلب عم معطيه. يعني دايما كل شيء بس تعطيه من قلبك وبس عن جد تشتغل عليه، إنه ما بيكون صعب قد ما بيكون حلو. يعني لو كان هيك في شوية شغل، بس لا، it's something يعني. وهون السؤال يلي يعني عم تحكيني كنت عن شيء من قلبك انت طالع هالكتاب، يعني يعني هو ثمار يمكن او اختبارات عشتيها بحياتك، قد ايه مهم انه الكاتب يكون عم بألف كتاب او عم بيكتب كتاب يكون انطلاقا من خبره هو عايشها، مش انطلاقا من يمكن من كز من مطرح معين او نعم، انطلاقا من افكار مجمعه من هون ومن هون وحطتها، وانما من اختبار هو عم بيعيشه وعم بيحط فيه الكتاب. أكيد. لأنه بس الشيء يكون حقيقي ويمس الآخر، هون بيكمن. يعني فيها صعوبة هيدي الشغلة، فيك تكون أنت خيالي كتير وإيماجيناتيف وأوكي تحط عالمك الخاص، بس لتحكي عن الواقع وتكون حقيقي وتوصل رسالة بدون كذب، هيدي كتير صعبة. أنجلا، كيف اخترت الموضوع؟ نحن بنعرف إنه في كتير مواضيع، أو سوري، العنوان، عنوان هذا يعني وآخرته،
واخرتها مع 3 بوان. 3 بوان هودي كثير معبرين كمان. كيف اخترتي هذا العنوان؟ على اي اساس؟ بدي شيء كان هيك يجذب العالم، وعن جد هي لانه الروايه بتحكي انه واخرتها مع لبنان، واخرتها معنا ومع الانفجارات ومع الطائفيه ومع كل شيء عم نعيشه من مصاعب. يعني نقلت معاناة مجتمع على كتابك. يعني القارئ شو بده ياخذ وقت يقرا؟ بده ياخذ حقيقه، وبده ياخذ بده يوعى اكشلي انه على وضعه. يعني اللبناني وصل لمرحله انه عم يتعود على كل شيء وهذا شيء غلط، فانا بدي يوعى انه لا، ما لازم يتعود على هالاشياء اللي عم نعيشها، ولازم يجرب يكافح. أنجلا، شو هن الصعوبات؟ بنعرف انه وقتها يعني الكاتب يحط بلان قدامه في كتير صعوبات، وهيك اوقات بتغيري البلان، اوقات بتزيدي اشياء، اوقات بتنقصي اشياء، اوقات بتدخل افكار جديده. يعني هاو بدي انا احطهم بكادر سميه صعوبات انت بارونتيز، ده هن صعوبات، ده هن بطوروا العمل، ما بعرف قد ايه واجهتي او شو هن الصعوبات يلي واجهتيها لحتى طلع معك الكتاب. صراحه انه لكون صريحه معك، يعني ما واجهت كتير صعوبات، لانه وقت بدك شغله، وقت عن جد في قدره وفي اراده توصل دغري. انا عندي اياها هيدي بحياتي، انه انا تحدي وتحدي لحالي مش لحدا تاني، ما في ابدا مقارنه بولا حدا. يعني وما نهين تحدي، يعني عم تاخذي يمكن مخاطره. اذا في كتاب كبار بلبنان يمكن عطالهم حقهم، انت لا قررتي انك تفوتي بهالدومين، وهذا شيء بلس لك، وهذا شيء بتصور انه يعني اشعين فيك اكثر واكثر بالايام الجايه. هو اصلا بالفن الواحد ما بيتقدر، يعني اصلا انت باجواء الفن. يعني انا كمان حابب هون ضوي على اختصاصك، اذا فيك انت تقولي لنا عن اختصاصك. انا ما كنت عملت سنة بسيكولوجية بالفنار اللبنانية، بس رجعت لحقت حلمي من أنا وصغيرة اللي هو المسرح، وهلأ عم عمل مسرح بفرن الشباك. يعني الله يوفقك كمان. الكتاب هو بالعربي بس هون حسب مكتوب، وهلأ رح كمان نذكر شوي عن مين ساعدك. أكيد دايما في جنود مجهولة ورح نحكي عنهم. فاللغة الإنجليزية يعني فكرتي هالكتاب يترجم؟ فكرتي هالكتاب انه يكون في له شيء بكمله بالانجليزي؟ فكرت هذا الكتاب هالقصة تنعمل فيلم، كون انا مثل فيلم. وكنت جاي اسألي عن هالموضوع لانه عن جد كنت عم بقرا بمطرح معي، عن جد لازم يعمل فيلم. لا ايه عن جد، لانه كتير هيك انه سلس وحلو يعني، ومهضوم بذات الوقت بيتضمن كتير اشياء اكتويال. يعني كتير. عم تحكي اشياء عن جد عم نعيشها، يعني مواضيع عم نعيشها. امضاء الكتاب اخر شيء، امضاء هالكلمه باخر الكتاب بالفيرسو تبع الكتاب هو الاب انطوان دويه. نحن بير انطوان السنه الماضيه كنا وعدنا مشاهدين انه رح يكون في عنا حلقه مميزه معه. نعرف بير انطوان قد ايه هالموسوعه الكبيره بالطائفة المارونية، وقد ايه عم بفيد كنيستنا من كل النواحي. بنشوف كمان اكثر شيء الكتب، يعني قد ايه صار في عنده كمية كتير كبيرة من الكتب، قد ايه في عنده مؤلفات يعني ما بينعدوا. اكيد رح نجي وبير انطوان بيكون خالك، وهون يمكن هيدي بلس لك انك تكوني عم هيدي اول بوش لك انه عن جد هالكتاب يكون ناجح. قد ايه ساعدك بير انطوان لحتى تكوني عن جد بهالكتاب عم تحققي يلي بدك اياه؟ مش لأقول شيء، بس وجوده هو بحد ذاته بحياتي هو مساعدة، وهو دعم، وهو مثل عن جد بوش. غير انه ماليا هو اللي تكلف ب هو وبير بول فغالي، هو تكلفوا اكيد طبعا تحية مونسينيور فغالي. بير بول وعن جد هن لو ما
حسوا في شيء وفي رسالة لازم تتوصل، في شخص لازم ينعرف وتوصل رسالته، ولأنه هو خالق كمان زيادة ولأنه هلا أنت ما تحكي كتير إنه خالق، لأنه أنا كمان بن أنطوان بيعني لي كتير، لأنه بتصور بن أنطوان كل ما يدخل بحياة حدا رح يكون عم بيأثر بمطرح معين. عن جد كتير كتير بن أنطوان، وين ما كان وين ما تسألي بن أنطوان فكتير ساعدني، وهو ماليا ومعنويا وكان يعني ما بقى فيه أول شيء يعني. يعني برأيك يعني بير أنطوان نعرف إنه قد إيه لغويا إذا بدي أقول قد إيه موسوعة. يعني قد إيه قدر فادك بهالكتاب، قد إيه قدر يمكن استشرتيه بكتير أمور أنت لا من خبرته. يعني أنا بهمني ضوي على هيدي الفكرة إنه دائما الأد والشخص اللي بيكون حدك بحياتك قد إيه بيلعب دور كتير كبير. هو يعني أنا كتبت القصة على إكسبرينسات عايشينها رفقاتي عيشتها أنا، مش ضروري يكون حدا معيشة يعني حدا حقيقي بعرفه يعني، بس كتبتها وبعدين طلعت لرأيه. نعم أنجلا، شو رح ننتقل لهيك نعمل جوجة لشوي بالصور لحتى نشوف أجواء التوقيع، أجواء كمان تانية نحكي شوي عنها هلأ من خلال الصور. رح نكمل كمان حديثنا. أنجلا لمين نتوجه بهلأ؟ هون عم نشوف أكيد حفل التوقيع عن الكتاب يلي صار، نحكي شوي عنه. كان كتير منيح يعني compared to، لا ما بدي أعمل مقارنة، بس كان كتير حلو الجو، كل رفقاتي، عالم ما بعرفها، إجا كمان تلفزيون، فكانت هيك شوية أنا حسيت بإحاطة معينة، حسيت أنه عن جد أنه عملك وصل لأهدافه. عملي وصل لأهدافه، الأفكار ما بتتمن صراحة بس لا بيوصل أكتر بعد كمان إن شاء الله، نحن أكيدين أنه رح يوصل. وأنجلا لمين تتوجهي بهالكتاب؟ يعني أكتر شيء هو أكيد الكتاب فيه لكل الأعمار ممكن تقريه، يعني السهولة اللغوية وسهولة المواضيع اللي فيه بتخلي أنه كل قارئ أو كل حدا بيشتري هالكتاب يقدر يكون عم بيستفيد منه. أنت تحديدا لمين تتوجهي بهالكتاب؟ صراحة لمين بتوجه إذا فئة عمرية؟ لكل يعني أولاد، مش كتير أولاد، لا المراهقين وعالم كبار يعني قريوا كلهم حسوا بهيدا إنه الدمج يعني عم يندمجوا معي، في انجذاب للكتاب. يعني قصة من العنوان يعني بس ان جنرال للبناني، للبناني اللي اللي عن جد بيستخف بحاله يعني بأشياء، يعني بيهتم بالاشياء السطحيه وبينسى انه هو وبنق كثير. في مطرح كمان ذكرت بكتابك عن النق، كنت عم بقرا مطرح بنق وبيتكبر، ويعني اللبناني بيركز على الاشياء اللي هيك الفوفاش وبينسى عن جد انه شعب ذكي وانه في يوصل في غير اذا بده بس. نعم انجلا برايك ايها اكثر مواضيع بتجذب الشبيبه؟ أيها أكتر مواضيع هلا صراحة يعني أكتر شيء بيجذب الشبيبة هو العلاقات، على كانت على نحو جنسي على نحو عاطفة يعني كتير. إيه بس إنه هيدي بدها جرأة الواحد يكتب عنها وبلاس. إذا بدي أشوف، إذا بدي أرجع شوي للكتاب، الكتاب مثل ما قلتي بالأول إنه بينطلق من واقع عايشينه. برأيك إنه مجرد ما تكت بواقع معين يعني هذا الشيء بخلي الشبيبة إنه ينجذبوا، لأنه عم بحسوا حنو عم بدق فيهم يمكن. وأنت قريبة لعمرهم. أكيد، لأنه هلا الواحد ما بيحب يسمع الحقيقة، بس إنه يشوف إنه هذا الشيء هو صح وإنه عن جد عم نعيشه، أكيد بده ينجذب وأكيد بده يعني يحس انه لازم يغير، مع انه يعني بيتراجع يعني مرات يعني ان شاء الله كمان يكونوا هالكتب يلي عم بيصدروا
إن كان من قبلك أو من قبل كل هالشبيبة اللي عم تطامحها وكل هالشبيبة اللي عم توصل يمكن مساجات صادقة، تقدر تغير شوي بالمجتمع. نحن بنعرف ده المجتمع عم بيتراجع لورا بكتير نواحي. إن شاء الله يكون هالأشياء السقفية عم بتخلينا أكتر وأكتر نتقدم. هون سؤالي شوي بعيد شوي عن الأجواء، بس كمان بنفس الوقت بخليني كمان أفوت بمطرح معين، هو إنه الإنترنت صار عالم كتير واسع، صار حيالله شاب وصبية بقلب بيتهم ممكن يكونوا عم بفوتوا على حيالله أرتيكل. بنشوف كل هالكتاب صار عندهم ويب سايت عم بنزلوا عليه كتاباتهم، بنشوف إنه الإنترنت عم ياخد بمطرح معين محل محل كتير. كتاب محل كتاب. برأيك الكتاب بعد له محل بحياة الشبيبة؟ personnellement اكيد له، بس ان جنرال لا، لانه عن جد في عالم انه موست شبيبه كتير بيركزوا على الاشياء الالكترونيه، على الكسل، على كل شيء ورا الشاشه، على كل شيء بيوصل لهم دغري، مش هن يتعبوا. مع انه الكتاب هو شيء كتير حلو، بس تحمله، بس تكون عم تخلصه، بس تشيل الورقة، بس تعرق ايدك على الورقة، لانه قد ما في علاقة، في انتميتي بس انت معينة. تجي تحطها ورا سكرين وتصير تقلب والصفحات هيك على الايباد او ايه، يعني فما برأيك بيعطي لو ايدك. شو ما ينعمل الكتاب له محله، اكيد له محله. اكيد انه محله، واللي ببلش يقرأ واللي بحط يعني بحط براسه انه بده يبلش يقرأ ما بيعود فيه يوقف. أنجلا، من بعد هالتجربة الناجحة بكتابك الأول وآخرتها، شو بتحلمي لبعدين؟ شو عندك بروجي لبعدين؟ لوين مفكرة توصلي بهالانطلاقة القوية لإلك؟ صراحة أنا ما بحب يعني أنحاد بشي أبداً. يعني هلا لتقلي شو حلمك، ما عندي حلم واحد، عندي احلام وعندي بروجيات، مش بس بروجيات ككتابه، بروجيات على الصعيد الانساني مع العالم، مع التعاطي مع العالم، على الصعيد المسرحي، تمثيل، على الصعيد يعني من كل يعني فوتوغرافي، لانه كمان بصور. فانه وهذا الشيء كمان لفتني، لأنه بداخل الكتاب في صورتين للغلاف، الأولى يلي هي بعدسة رودي دومت، رودي دومت والأخيرة ذي أنت بعدست صورتيها ايه. بعدستك. أنا هيني أبدا إنه كمان يكون إلك، إذا بدي أقول 90% أو 99% كتابك إنتاجك أنت، ايه يعني هيدي هذا بطولة الشيء. أنا بلاقيها هيدي، يعني عن جد هيدا شيء عن جد احنا بنهنيك عليه. نحن انجلا كثير بنفتخر فيك. ميرسي. انا شخصيا عن جد كثير بقدر انه الانسان يكون طموح، يفكر ببعدين، يكون واكيد هالتفكير ببعدين ما بخلينا وحدنا نكون عم نفكر، وانما دائما في اشخاص ربنا بحطهم على طريقنا لحتى نكون عم نحقق من خلالهم مظبوط. احلامنا، ونكون عم نحقق من خلالهم كثير امور بنحلم فيها. أنجلا، شو هي الكلمة الأخيرة بتوجهها لكل شاب وصبية عم يحضرونا اليوم وهن يمكن بمطارح معينة ما بحبوا يقروا، أو بمطارح معينة بيقروا كتب أجنبية وبينسوا إنه في عنا مبدعين من لبنان كمان عم بيكتبوا وكمان عم بيوصلنا أفكار كتير حلوة؟ ما رح أعمل دعاية لكتابي. كتابي مثل كل الكتب هين وسلس. الكتاب ان جنرال هو شغلة كتير حلوة عم ننساها بأيامنا، ما لازم ننساها، لازم نضلنا عم نقرأ، لأنه الشخص اللي بيقرأ كتير بيتفتح على مواضيع يعني عالمية، كتير عقله بيصير يستوعب أشياء، بيصير open minded أكتر، بينفتح، بيصير يفكر اكثر من البوكس، اكثر من هذا. ايه هيدي نزلوها كثير على الفيسبوك، انه فكر برات البوكس، ايه عن جد كثير لها معاني حلوه. او انت عمول البوكس تبعك وجرب طلعها، لانه عن جد الواحد اللي عنده شيء بده يوصله، ابشع شيء انه يستسلم ويقول لا، لانه هون مش ماشي، لانه بلبنان نحن ما بنوصل لمطرح. لا،
انت اذا بدك فيك توصل، لانه صحيح في عالم ما وصلت، بس في عالم كتير واصله وعم نشوفها يعني، ومن رفقاتي يعني. والتكوكع اللي حكيت عنه بالاول كمان انجلا كتير مهم، انه انا ما حبيت اترك افكاري لالي، وانا ما حبيت شاركهم للاخرين. ايه قبل كنت بعترف كنت شوي انانيه، لانه قلت انه افكاري هيدا الي لازم تكون شيء سكري بيني وبين حالي، بس لا، ليش اذا عندك شغله بدك توصلها بدك تحط حالك وما تساعد غيرك، يعني باقل طريقه وباي طريقه فيك توصل مساج رؤيتك حقيقه وصلها، وما تخاف، لانه اهم شيء الايمان بحالك والايمان انه فيك توصل. أنجلا نحن مرة جديدة نشكرك، فخر كتير كبير لأن تكوني معنا، أنا انبسطت ونحن كمان كتير انبسطنا. على أمل عن جد يكون في عنا حلقات جديدة معك، بتكوني كمان كتبتي كتب أكتر وفتي بدومين المسرح والتمثيل يلي نحن كمان شايفين قدامنا حدا كتير ناجح. ونحن كلنا أمل أكيد أنجلا يعني إن شاء الله تكوني، وأنا أكيد أثرت بكل شاب وصبية يلي اوقات كتير بمطارح معينه بخافوا انه يكونوا بيستلشقوا بخافوا، مثل ما قلتي كمان انه حلو الواحد يكون عم بيحقق الاشياء اللي يطحش، يعني بدها تحشي الشغله، بدها قرار، ما يخاف. هيدي كمان كلمه خوف كمان كتير لفتتني، انه دائما ركزت عليها انه ما لازم نخاف، لازم دائما نواجه، لازم دائما ننطلق ونحقق افكارنا. ايه تحط شيء وتمشي وراه. وهيدي مع اخرتها. نحن كمان انجلا انا اقول لك ميرسي كثير لحضورك، ميرسي كمان لبير انطوان دوي، هي اللي كمان بالايام الجايه رح يكون في لنا حلقه كثير مميزه معه. مشاهدينا نحن مع انجلا رح نكون عم نختم ثاني فقره من فيس اند فيس، ننتقل سريعا لثالث فقره يلي نحكي فيها شوي عن البابا فرانسيس وعن ابرز استقبالاته خلال هيدي الجمعه، فخلوكم معنا. من بعد ما كنا مشاهدينا مع انجلا يلي من خلال كتابها قدرنا نعرف أكثر على أهمية إنه الإنسان يكون في عنده عن جد هيك مثل أمل أو مثل فرح بحياته يعيشه، من خلال إنه كل طموح أو كل هدف منحطه بحياتنا قدرين إنه نكون عم نوصل له إذا عن جد فكرنا أكثر وأكثر انه الرب هو كمان بيساعدنا، وانه كمان بيتدخل ايام كثيره باشخاص ممكن يحطهم على دربنا لحتى يكونوا عم بيساعدونا لنتقدم ونتطور بحياتنا. بهيدي الفقره الليله يلي بنحكي فيها اكثر عن البابا فرانسيس، منشوف انه البابا فرانسيس خلال هيدي الفتره عم بيركز اكثر على فكره التوبه. عم بيقول البابا فرانسيس انه كلنا خطأ وكلنا مدعوين لتوبة القلب، وهيدا الشيء بتصور لطش كتير كبيرة لكل حدا بيقول انه انا مني خاطي، انا ما عم بعمل شيء بحياتي بيستدعي اني يكون عم بعترف او يكون عم بندم عن الخطايا. البابا فرانسيس عم بيعترف لمرة جديدة انه كل انسان نوجد على هالارض هو خاطي، واصلا بصلواتنا منقول انه كل الناس هن خطأ الا الرب وقت تجسد على ارضنا واخذ انسانيتنا، هو الوحيد يلي معصوم عن الخطيه، هو الوحيد يلي ما قربت الخطيه عليه لانه ما بتقدر عليه. فالبابا فرانسيس مره جديده عم يرجع ياكد على اهميه التوبه، على اهميه انه الانسان يكون اكثر عم بيتواضع، يكون اكثر عم بيرجع لذاته، يكون اكثر عم بيتقرب اكثر لربه من خلال سر الاعتراف. ايام كثيره نحن بننسى سر الاعتراف، ايام كثيره بنحط سر الاعتراف على جنب، نعتبر انه سر الاعتراف هو سر منه كتير أساسي بحياتنا، في أنا أعترف بيني وبين ربي، وإنما بنسى أنه سر الاعتراف هو أولوية، هو سر بخليني أدخل بشراكة وبعلاقة جديدة مع الرب يسوع. البابا فرانسيس فإذن من اللحظة الأولى لحبريته بيقول أنه الإنسان لازم دايما يكون عم بعيد حساباته،
ولازم الإنسان دايما يكون عم بيعترف بغلطه، لأنه هالاعتراف بالغلط هو فعل تواضع، وهو بداية أو نقطة انطلاق بخلي من خلاله الإنسان يبني علاقة جديدة مع الرب. هلأ في شيء لفتني خلال هيدا الأسبوع على موقع زنت، عملوا مثل مقارنة صغيرة بين البابا فرانسيس البابا الحالي وبين الديس فرانسيس دوسال. فإذا بيقولوا بهالمقدمة للأرتيكل على موقع زنت، بيقولوا أنه أول ما انتخب البابا فرانسيس أكيد اختار اسم فرانسيس، وهو برر هالاختيار على أنه الاختيار لأنه حابب أنه يكون عم يتشبه بحبريته بالقديس فرانسيس الأسيزي. فالبابا فإذا من خلال كل من كل الأعمال اللي عم بيقوم فيها عم بأكد مرة جديدة أنه عن جد فيها التشابه بينه وبين القديس فرانسيس الأسيزي، خصوصا من ناحية التواضع. بس شيء الملفت بهذا الأرتيكل، هالأرتيكل بيقول أو بيعمل مقارنة بين البابا فرانسيس وبين القديس فرانسيس دوسال. هالقديس فرانسيس هو كان أسقف على جنيف، وهالقديس عرف كيف انه يبشر بيسوع بزر كل الصعوبات اللي كان عم بتحيط ببلده بالمنطقة اللي كان عايش فيها، خصوصا مع انتشار البروتستان. واكيد نحن نعرف الصراع الكبير يلي صار بين البروتستان وبين الكنيسة الكاثوليكية، اثر انشئاء البروتستان عن الكنيسة. في ثلاث أفكار كتير حلوين بشبهوا فيها أو أواصم مشتركة بين البابا فرانسيس وبين القديس فرانسيس دوسال. أول فكرة، الإصلاح ضروري. بوقت يلي عيش فيه القديس فرانسيس دوسال بيقولوا أنه بهالفترة كانت فترة إصلاح، وحاول هالقديس انه يكون عم بيشارك بهالاصلاح. اكيد كان عم بيشارك بهالاصلاح بلا ما ننسى كمان كان احترامه للطرف الاخر، الطرف البروتستانتي. والتشابه مع البابا فرانسيس انه البابا فرانسيس كمان عم بيقوم بحمله اصلاحيه كبيره داخل الكنيسه، من دون انه يكون عم بيجرح بالناس، بدون ما انه يكون عم بيأذي الاخرين، وانما هالاصلاح عم بيكون بطريقه كتير ذكيه، نابع عن روحانيه، نابع عن صلاه، نابع عن ايمان كتير كبير ومحبه البابا فرانسيس بتطور الكنيسه. الفكره الثانيه او المقارنه الثانيه بين البابا فرانسيس وبين القديس فرانسيس دوسال اللي بيقولوا الموقع زنت، هي البساطه انه بتتفوق على كل جدال. عندما انتخب القديس فرانسيس دوسال اسقف على جنيف، كان هالقديس عم بيواجه مثل ما قلنا قبل كتير من الصراعات يلي عم بتحيط بالكنيسة الكاثوليكية، خصوصا الأجواء البروتستانتية وأكيد هالأفكار الجديدة يلي دخلت على الكنيسة. بس هالقديس عرف كيف يتعامل مع الواقع ويشهد ببساطة الإيمان عن يسوع، عن أفكار الكنيسة وعن معتقدات وعن القيم الكنيسة الكاثوليكية. وهذا الشيء خلى هالقديس يكون بعلاقة مباشرة، وكان في احترام مباشر من خلال البروتستان لإله، وقدروا أن يكونوا عم بيتحاوروا يبنوا جسور معه. وإذا بدي أعمل تشابه بهالفكرة، فكرة البساطة يلي بتتفوق على كل جدال، كمان البابا فرانسيس عم بيواجه قضايا كتير ساخنة داخل الكنيسة، قضايا كتير مصرية، قضايا كتير موضوع جدال داخل الكنيسة وداخل المجتمع. البابا فرانسيس عم يعرف كيف يواجه هيدي الأفكار، وكيف يطلع بأفكار جديدة قادرة أن تفيد فيها المجتمع، وقادرة أن تخلي الكنيسة تتطور. تالت فكرة اللي هي المقارنة، تالت فكرة التشابه بين البابا فرانسيس وبين البابا الإصلاحي أو القديس الإصلاحي فرانسيس دوسال، هو أنه على القادة أنه يكونوا لطف، عندهم لطف معين. البابا فرانسيس دائما بيشبه القادة بالخدم،
الخدم يلي هن مدعوين انه يخدموا بطريقه ايجابيه لحتى يكونوا عم بفيدوا الاخرين. وهون بيقول البابا فرانسيس، بيقول القديس فرانسيس دسال انه الوداعه والرحمه لازم تكون موجوده دائما بتصرف كل قائد. القائد يلي ما بيفكر برحمه، يلي ما بيفكر بوداعه، بيتصرف بوداعه بتصرفاته، هو قائد فاشل، وهو قائد دائما عم بيبغي انه يكون عم بحقق مصالح ذاتيه، مصالح ارضيه. وانما القائد يلي هو عنده بقلبه رحمه، عنده بقلبه وداعه. هون اكيد نحن التاريخ ابدا ما بينسى القاضي اللي قطعوا على مر العصور، واللي كانوا عن جد عدلين مع شعوبهم. بنشوف انه هلا التاريخ عم بيكون عادل كثير معهم وعم ينصفهم. فاذا هالافكار الثلاثه اللي هن الاصلاح الضروري، البساطه اللي بتتفوق على كل جدال، وعلى القاضي انه يكونوا لطفاء. انا حبيت يكون هيدي الفقره مشاهدينا بهالحلقه تكون عم تحكي عن هالثلاث افكار، ثلاث صفات اللي بتحل فيهم البابا فرانسيس، يلي هي عن جد لازم يكون كل إنسان عم بيشتغل على أساسها. بهالأفكار مشاهدينا، وعن جد بهالحلقة المميزة اللي صدفنا فيها أنجيلا خليل، يلي تعرفنا فيها من خلالك على كتابها يلي عنوانه وآخرتها أنا بدي ودعكم بهالحلقة من فيس أند فيس، على أمل أن نتلاقى بالأسبوع القادم. والله معكم.